طيب أستاذ، بالنسبة لقيس سعيد، أنه الآن هو منذ الانقلاب، منذ 25 جوليا، وضع يده على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والآن يحاول كما أنت بيّنت أن يضع يده على السلطة القضائية، وهي آخر سلطة يعني مستقلة مازالت في البلاد. هل هذا يعود إلى تكوينه السياسي؟ يعني لما كنت أنت وأمثالك كنتم تناضلون ضد استبداد وديكتاتورية بورقيبة وديكتاتورية بن علي، السيد هذا كان ينشط في لجان التجمع الدستوري، وكان يلقي في المحاضرات في المؤتمرات الشباب التجمعي وهذه الأمور. هل الآن هو كمنصب رئاسي هو يستحضر في تلك يعني السلطات التي كان يسيطر عليها المستبد مثال بن علي أو المستبد بورقيبة، ولهذا هو يسعى إلى ذلك الهدف، يعني يسعى إلى السيطرة على كل السلطات ويضع كل السلطات بيده؟ شوف، نقول أنا قيس سعيد راه ظاهرة كلينيكية، معناتها حقيقة ظاهرة مرضية بالأتم مع الكلمة، ومعناتها وما يريده هو في علاقة مع بن علي ومع بورقيبة يمكن يكون عنده تأثير. لكن نحب نذكر أنا السيد هذا كما قلت أنت، معناتها في عهد بن علي كان عراب للدستور، وأنا أتذكر مرة فاتت قلت لكم أنا شخصيا في 2002 قمت بقضية في إبطال الاستفتاء اللي عمله بن علي في تحويل الدستور، ومشيت للأساتذة زملائي منهم قيس سعيد، قلت له يجي معايا، معناته صحح لي معايا في العريضة ولا في الدعوة، قال لي تحب تقضي لي على مستقبلي. يعني هذا موجود، لأنه كان من حيط الحيط، وكان كيفاش يقولوا معناتها يطلب ديما في ود بن علي وفي الشعاب الدستورية باش يخليوها، معناتها يعطيوها بعض الامتيازات إلى غير ذلك. أنا قلت أنا نشوف توا مع شيء ركيل شوية هكا وبعد، نقول أن قيس سعيد كانوا يريدوا أن ينتقم منا لبن علي، ينتقم منا لبن علي، احنا اللي نظننا ومعناتها ضد ديكتاتورية بن علي وإلى غير ذلك. هو اليوم يعني وقت اللي يجي يقولها 14 جانفي راهو انقلاب على الثورة، والثورة 17 ديسمبر، لأن 14 جانفي وهرب بن علي، هو بالنسبة لي له هو يعني 14 جانفي، لأنه هو الفرحة الكبرى بتاع الشعب بهروب بن علي، هو معناتها نحاه ما يستبطن، هو جابه تحت خاطر 17 ديسمبر. هو بالنسبة لي نحن اللي قاعد يعمل فيه، هو كان يقول موتوا بغيظكم أنا بن علي ثاني سأفعل فيكم، كأن بن علي قام من قبره وقام ينتقم منا من أجل الثورة. وهذاك علاش يحب ياخذ كل السلطات. يا ودي بن علي ما كانش السلطات كل كي هكا، بن علي خلى البرلمان يخدم ودخل شوية ديكور معارضة، القضاء معناتها مهما كان دائما معناتها يحاول أنه ما يضرش بالطريقة هذه. وقص على ذلك، يعني احنا ما احناش أمام بن علي، نقول ونعاود هو رجل أتقن ديكتاتوريته، وهك علاش قعد 23 سنة وحاط نفسه بمستشارين وبكفاءات وإلى غير ذلك، ومعناته وعمل حاول يجمع الناس خاصة في 89 بالميثاق الوطني، ومعناته وكان عنده بروباغندا وكان عنده حسابات وأولويات ويعرف كيف الشيخ ويتكتك في السياسة، عنده عقل سياسي، مش كان عنده هو كأمني لكن على الأقل مستشير معه. احنا امام شخصية لا عقل سياسي لها، هو احنا امام شخصية تؤمن بالعبث، فيها كثير من الغباء، فيها كثير من العربدة، وفيها كثير من العقلية الانتحارية. يعني هذا السيد يقول لك بعد الطوفان، هذا هو ايش قاعد يمارس اليوم، ياخو في قرارات ويتكلم بخطاب وياخو معناتها في اجراءات، بربكم البلاد قاعدة متفكة، الوضع الاقتصادي والاجتماعي متفجر، الناس بدات يعني ما تلقاش السميد وما تلقاش المقرونة، والشهريات الناس يديها على قلوبها، ومعناتها وعزلة دولية، وصندوق النقد الدولي ما هوش مش يعطي حد شيء، والسعودية ما عطتوش، والجزائر ما عطتوش. الراجل البلاد تدخل الموقع بتاع البنك المركزي تلقى اليوم عنده 500 مليار، بينما يلزموا 1700 مليار للشهريات نتاع شهر جافي، والراجل ما واش هوني، ما عنده يعرف العالم الكل هي سلطات له، اكاو وقت اللي عنده سلطات له نحى جا ولا
البنك الدولي ولا 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 والصندوق النقد الدولي ام قصنافه، ولا شو اسمه حوض الاقتصاد والدخل الوطني العام البي بي سماه بي بي معناتها السعاده، سماه السعاده العامه معناتها معاش الدخل بتاع عوض الدخل الداخل العام، ولا السعاده رد السعاده بي بي السعاده الخام. نعم. وجاء ويرى في كل شيء الا هو في السلطات والدستور، يرى في العالم هيك هو هذاك، علاش انسان فيكساسيون عنده فيكساسيون على سلطاته ويتصور نفسه نظر للتوحد اللي فيه. ونرجع الى متلازمه اسبرجر، عنده عالمه الخاص اللي يتخيله هو وما يراش الواقع، يرى عالمه في داخله ما يشوفش الواقع. كي الرجل اكثر شيء من هكا يعني امس يحكي يقول انه البلاد هذه عمرها ما رات حريه تعبير وضمان حقوق كما اليوم، ويقول عمري ما دخلت في القضاء ولا نحب نحط يدي في القضاء. هو يفعل العكس في داخله هو، هذاك هو قناعته هذاك هو، لانه حاله ما راضيه. يا ناس افهموا، راكم ما تجموش تحسبوا قيس سعيد وتقارنوه بالمعايير نتاع الرجل السوي. نحن امام ظاهره مرضيه مستفحله وستستفحل اكثر فاكثر، هذا هو. يعني هو اكثر شيء من ما يجمش يصنع، يعني حتى اللي يساندوه تو بعدوا عليه. نعم. يعني وحتى كل يوم يعمل خطاب يعطيك معناتها حاجه، معناتها تقول هذا انسان عقله هكا يقول له كيفاش هذا، حتى الرجل البسيط في الشارع يقول لك شبيه هكا هذا ولا شنو هذا. وانتم تذكروا الشيء ونقيضه في نفس الجمله، الشيء ونقيضه. ما فماش ترابط منطقي، ساعات ما تلقاش ترابط منطقي، يقول الجمله بين الصدر والعجوز، ساعات ما تلقاش حتى علاقه. يا ولدي هذا افهموه، هذا هو راهو. هذاك علاش يلزم تو نرفع شعار نحبوا رجل سوي يحكم الدوله، رجل سوي يحكم الدوله. ماهوش معقول بالطريقه هذه. نحن ماشيين للكارثه، نحن ماشيين للكارثه. ويظهر ان معناتها مؤسسات الدوله الجيش ولا قاعدين ما تفهموا هذا الشيء فشيء، وغدوه ما نعرفوش غدوه كيفاش باش يكون الامر.